هكذا تبدو السوق المركزية بمدينة روسو هذه الأيام، حركة نشطة من قبل المواطنين استعدادا لشهر رمضان المبارك، وسط حديث عن تزويد السوق بالمواد الأساسية سعيا إلى توفير الظروف المناسبة لأداء فريضة الصوم في ظروف جيدة. الكمية قطعا أكثر من رمضان الحمد لله في الأسواق، والقوة الشرائية مازالت لا محدودة، ما هات تتناسب مع الاستوكاش اللي عند التجار، والمواد اللي الحمد لله يطلعوا على عادي يطلع لا صلب صلب ومتر هم اللي طلعوا، مواد أخرى كاملة عادية موجودة تبارك الله متوفرة، ودلو يرجع والسكر قاضي، والمواد الأخرى على كل حال ما 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 فيش طالع يطلع لا صلب ومتر هم اللي طالعين بيا، وحسب اللي قالوا التجار نظرا لسعرهم في الخارج. توفر المؤن على مستوى أسواق المدينة بعث الأمل لدى المتسوقين في الحصول على حاجياتهم رغم تباين آرائهم حول الأسعار. دلويرة لا لباس الحمد لله قالوا عنه ما خاسر ليش، والسكر ما زال السكر وما زالت المواد الأخرى الثانية، من دوركم مثلا القديتوا تعاونوا الشعب من المعونة الحمد لله قاعد حاجة كيف اللي تحصل الحمد لله ما شاء الله، من دور الزيادة حكم لا تزيد حكيم من دوره، لا احنا ما نقولوا كافي مش كامل، الله يعدل المواطنين مش اللي يقلهم وموافقهم. مشيت هذا الكفايتير شريته بالفوقيه وشريت حالة رمضان حمد المنى. هاي الدلاح هنا عندنا رانا شاكين عليه، فرصه زينه حتى المواطنين في زمن رمضان، الدلاح اصلا ما كنا نجبروه حمد المنى عندنا نجبروا منه المولي ما شاء الله زين وحلو. قال لا ضروا خفضوا علينا السعر بين احنا نجيبوا كيس ومكاتيه ب 45 نيواتيه وباس عليه. ومع اقتراب شهر الصيام يزداد الطلب على الخضروات والفواكه خاصه، وان المنطقه منطقه زراعيه بامتياز، الامر الذي يفترض ان يسهم في استقرار اسعار هذه المواد خلال الشهر الفضيل، كما يزداد اقبال النساء على شراء الاواني التي تعد من الادوات الاساسيه والمهمه في تحضير وجبه الافطار. لقناة الموريتانية محمد الياتمه.